حالنا بحالهم، ما في ناس تطلع زايدة عليهم، هم مجرمون، لكن الإجرام ما ينزعش عنهم صفة إنسان. صحيح الكثير منهم اختار طريق عوج وغرق في بحر الجريمة، لكن كاين اللي لقى راسو مجرم بالصدفة، كما كاين اللي رضع الإجرام من صغرو. حياتهم وكيف أصبحوا مجرمين بل أخطرهم وأشهرهم. حلقات يومية اخترناها لكم في هذا رمضان اللي يكمل عليكم بخير، ماشي باش نمدحوهم بل باش ناخدو الدروس والعبر. فمرحبا بكم وكونوا كثيرين في التتبع ديالكم والتفاعل. صحة صيامكم ورمضان كريم، وكل عام وأنتم ألف خير، اللهم يتقبل الصيام ديالكم. حلقة اليوم من سلسلة أخطر وأشهر المجرمين اللي عرفوا المغرب، غادي نخصوها للسفاح مدينة طنجة. هاد السفاح اللي قتل ثلاثة الأرواح كلهم عيالات، قتلهم بوحشية بجريمة مازال عالقة في أذهان الطنجاويين ومعمرهم ينساوها أو تمحى من دماغهم. قتلهم وسرح في الدنيا، والجريمة الأولانية بقات غامضة طيلة 8 سنين، يعني 8 سنين ما وصلوش شكون اللي قتل، مدة طويلة حافظ فيها هاد السفاح على الهدوء ديالو وأحسن تمثيل وسط المجتمع. كان كيعيش حياته بشكل عادي بحال إلا ما داير والو، وهو في الحقيقة من أخطر المجرمين اللي عرفتهم مدينة طنجة. كيقولوا الراح عزيز عند الله، وشحال ما طال الزمان يبان القتال، وهذا الشيء اللي وقع مع هذا السفاح. كان بحال البركان الخامد 8 سنين بعد الجريمة الأولى وهو ساقر وهادي، حتى استيقظ غول الإجرام فيه من جديد وغادي يجي فيها. الجريمة الأولى كما قلت بقيت مسجلة في أرشيف ديال البوليس باسم مجهول، حيت الأبحاث ما وصلت حتى لشي حد اللي يقدر يكون هو المشتبه فيه في قتل الضحية، رغم المجهود الأمني اللي تبذل وإجراء الخبرات وكل ما يتعلق بالأبحاث. لكن ملي رجع باش يقتل من جديد وبنفس الطريقة وبنفس السلاح، بانت المعنى وتكشف وانتهى المشوار الإجرامي ديالو في الحبس. قبل ما نتكلم على شنو دار هذا السفاح، نقول لكم شكون هو. طبعا هو كبقية المجرمين فيما يرتبط بالظروف الاجتماعية ديالهم والحيتية الانحراف ديالهم، هذا شوية كان قارئ عليهم، يعني ماشي بحال الاخرين اللي ما دخلوش المدرسة او خرجوا على بكري من المدرسة. هو كان انقطع على القراية في المستوى البكالوريا بلا ما يشد الشهادة، وفي معهد التكوين المهني اختار باش يتخصص في النسيج، حيت طنجة فيها المعامل ديال النسيج بزاف وبالتالي الحصول على الخدمة فيها ممكن. لكن ما كملش قرايته في التخصص، رغم انه كان التلاميذ متفوقين خاصة في السنة الاولى اللي التحق في المعهد. السيد قرر باش يبدل التخصص ديالو ومشى لمعهد التكنولوجيا التطبيقية وتخصص هاد المرة في الكهرباء، حتى هو دوز فيه غير عام وخرج. والسبب هاد المرة هو المرض ديال باه، المرض باه دفعو والظروف الاجتماعية دفعته باش يخرج يقلب على خدمة او يشوف شي سبيل واحد اخر من غير القضايا. مرض باه واخا كان مازال صغير خصو يتحمل المسؤولية، حيت هو الولد الكبير، يعني الولد البكر ديال العائلة، ويعول عليه باش يعوض الاب تدبير امور البيت والعمال والتقلاب على المصروف وباش يعيشو خوته وامو. خدم في الاول في شاريستو، وهو يعني اللي ما دوش فيه بزاف، ومنه مشى المحل ديال الاكلات الخفيفه حدا لابلاج، قال ربما هنا يكون عندي مدخول احسن. خدم ايضا في شي مطعم واحد اخر، وقبل ما يمشي لشي شركه ديال المواد الغذائيه. كان الرحله ديالو متكرره ما بين المهن، ما خلات حتى مهنه اللي ما جربش، المهم هو يكسب رزقه بالحلال ويعاون عائلته. الغريب وغالي وعلى غير عادة وحياة باقي المجرمين اللي سبقنا هضرنا عليهم واللي غادي نهضروا عليهم مستقبلا، ان هاد السيد كان مختلف عليهم شوية. ما كان بلي حتى بحاجة، ما كانش كيكمي الحشيش ولا كيشرب الشراب ولا حتى الكارو، ما كانش كيكميه وما عندوش معاه. كان ساكن مع عائلته مأدب بزاف وكاتو، ما كيتسمع منه الكلمة الا الا كلمتو. هاد الشهادة ماشي انا اللي قلتها فيه، قالوها فيه الناس اللي عرفوه، صحابو الناس الحومة العائلة، كل شي كان كيقول فيه ان دريلو دريوش مأدب ما بينش عليه حتى اي شكل من اشكال الانحراف ولا شي حاجة ماشي هي هاديك. اكثر من هادشي كان مواظب على اداء الصلاة، الصلوات الخمس كان كيمشي يصليها في الجامع ومعروف السيد متزن.
وما عمرو دابس حتى مع شي حد، ولا جبد العيب مع شي براني ولا دخلاني، ديما داخل سوق راسو، الخدمة الدار، وما كانش شي حاجة اخرى. العيب ديالو هو ان كان عند الديون متراكمة عليه بزاف، مصاريف الدار زادت، وبدا كيكريدي من هنا ومن لهيه، حتى تراكمت عليه الديون وما لقاش باش يرد الفلوس، ما كانش قادر يرجعها. كما قلت من هنا بدا كيفكر باش ينحرف، اول حاجة فكر فيها باش يسرق، باش يكسب بلا شقا ويقدر يجمع فلوس صحيحة. ما طلبش حسابه شنو ممكن يوقع ليه الا تفرش وتقبض، كل شي غادي يضيع، وهذا الشي اللي وقع. اول عملية ديال السرقة فكر فيها هو انه يسرق ديك الدار ديال الاسرة اللي احتضنته ملي كان صغير، واعتبرته واحد من العائلة بحكم الصداقة الوطيدة ديال مولات الدار مع امه. ما كانوش ناويين فيه الشر ولا يدير شي حاجة خايبة في علاقته بهم، لا أبدا، مع عمرو ما فكروا أبدا باش يغدرهم أو باش يكون هو الشخص اللي غادي يصفيها ليهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هاد العائلة للأسف كانوا كيثقوا فيه بزاف، لدرجة أنهم شحال مرة كلفوه باش يدير يتكلف الأغراض ديالهم ويبيع ليهم شي أثاث قديم كانوا باغيين يتخلصوا منه، كانوا باغيين يتخلصوا منه باش يجدوا الأثاث ديال دارهم. حتى هاد المرة طلب منو باش يقوم بنفس العملية ويبيع الأثاث والتجهيزات اللي قدامت وباغيين يبدلوها، وهي الفرصة اللي استغلها وجاتو ما بين يديه، وجده وفكر باش يسرق بطريقة بشعة. مع الحظاظ ديال النهار خرج من الخدمة ومشى للدار وجهز راسو، هز شي صاك دار فيه شي موس كبير كان كيوجد معدات الجريمة، ومشى لشي دروكري قريب من الدار ديال الأسرة ديالو وديال يعني الدار الاسره اللي غادي يمشي يبيع لها الاثاث حتى هي قريبه. شرا الدوليو قبل ما يقصد الدار ويدق في الباب وفتحوا ليه ودخل. مولا الدار هي اللي فتحت ليه ورحبت به كالعاده، ولانه ماشي شي واحد غريب عليهم او ما عمرو ما عرفوه ولا شي حاجه، بالعكس هو الدار كما كنقولوا دخلته للصالون بالريد شوسي. كانت معها في ديك الحين بنتها وصاحبتها، كانوا كيقرقبوا النار جالسين كيتهاودوا في الريد شوسي. واخا ثلاثة العيالات تماك عفوا، الفكرة انه ينتقم وينفذ عملية السرقة ما بقات هي العمية والتهور وقلة العقل كما كنقولوا. ديري فيه الخير ومكلفينك باش تبيع الاثاث واكيد غادي يتهلاو فيك، شنو خصك كتر تسرقهم حشومة حشومة، بغي تعطل اليد اللي تمدت ليك وطالما اطعمتك حشومة. بحال هاد العينات مكارين الجميل والغدارة ما فيهم تيخ، شحال من النوم شحال من النوم الكتيل 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 اللي كنتلاقاو في حياتنا. المهم بلا ما نخرج على السطر كما كيقولوا، السيد طلب مولا الدار باش توريه الحوايج اللي باغيها تبيعها. طلعتو مسكينة للطابق الثاني وحاول يقيس الناموسية بيديه، وفي ديك اللحظة فين بانت له باش يسرق وباش ينفذ العملية، قال لها غنمشي للساك اللي خليته في الدروج غادي نجيب المترو باش نعبر وداكشي. وفي الحقيقة ما كان عنده لا مترو لا حتى حاجة، كان باغي غير باش يستغل الفرصة ويجيب الموس الكبير اللي خلاه في الساك. وهادشي اللي كان مسكينة يلا وصل لحداها وهي من هامكة جالسة وحاضر الراس ويضربها، طعنها طعنة خايبة بديك الموس، طعنها في كرشها، ما كتفاش بضربة واحدة بل غرزها مسخوط كيجازيها على الخيل اللي دارت فيه، كان كيضربها بشكل عشوائي وبواحد الشكل بواحد العصبية في شكل، وفين ما جا الموس كيغرزو بحال إلا شد فيها حسيفة كما كنقول. مسكينة عيات استنجد مرحمهاش وغواتها تسمع من ريد شوسي من طرف بنتها والضيفة اللي عندها. طلعت بنتها كتجري ويلا وصلت مسكينة، شدها حتى هي وذبحها من علقة قبل ما ينتقل لصاحبة مولا الدار اللي بغات تهرب. ساعة الحكام كان باين وخصو هي التنفيذ، كان باين في دماغه وخصو هي التنفيذ وأحكام السيطرة عليها. لقات راسها مسكينها بين يديه ولقات نفس المصير، وزادها على الضحايا ديالو بجوج قبل ما يسرق الدار واللي فيها. في الماريو بليطاج الأول لقى 2 مليون هزها، ولقى حتى شي مجوهرات مهزهمش كلهم، هز غير طرف منها وغسل يديه اللي ملطخين بالدم، وهو كيغسل يديه شاف بلي يدو اليسرانية كتنزف بالدم يعني تقاسط تجرح حتى هو.
در عليها الفصمة اللي لقاها في الكوزينة، خبى الموس، عمر المسروق في الساك، وهبط لتحت ولقى شي ورق وتليفون هزهم حتى هما. وقبل ما يخرج فكر باش يكبدو اليوم ويحرق الدار باش يخفي اثر هاد الجريمة البشعة اللي ارتكب. قتلهم وباغي يزيد حتى يحرقهم، ما رحمهم لا في حياتهم ولا في مماتهم، لا حول ولا قوة الا بالله. ديك اللحظة كان كيستعد باش يكمل الجريمة ديالو، شوية هو يسمع الصوني ديال الباب، هي بنت مولا الدار الثانية الصغيرة رجعت من المدرسة صونات، حيت ما كانش عندها الساروت باش تفتح الباب، حسن حظها ان الساروت ما عندهاش، والا كانت حتى هي ضحيه من الضحايا. هو ما حلهاش الباب، مشى اختار طريق واحد اخرى باش يخرج ويهرب. كان عارف الدار مزيان وعارفها، حيت كان مرارا وباستمرار يجي لعندهم، حيت كانوا متهلين فيه بزاف، وانا كنركز على متهلين فيه بزاف حتى غيضيع اليد اللي تمدت ليه. هو اختار يخرج من الكوزينه للكراج وهرب من الباب، يعني هرس الباب ديال الكراج من الداخل وهرب، وذلك قبل مده قصيره ما تدخل البنت الصغيره من نفس الدراجي. بعد ما جاوبتهاش ما وخاصونات البنت دخلات، والصدمه ديالها كانت قويه. مسكينه من اللي شافت امها واختها وصاحبه امها ميتين مرغين في الدم، مقتولين بديك البشاعه، غوتات وتجمعوا الجيران اما الجاني، فمشى هرب وبدع واحد السيناريو غريب وجديد باش يحاول يهرب من الجريمة والعقاب. سعر روح عزيزة عند الله، شحال ما هربتي تحصل. السيد مشى للسبيطار باش يغرز الجرح ديالو، وادعى ان شي شباب تلاقاو وبغاو يجريسيوه وتعداو عليه. وبعد مهم جبد من ديك الفلوس اللي كان سرق، جبد منها شي مليون ونص عطاه لصاحبو باش يخبيه ليه لطويل الزمان كما الموس باش ارتكب الجريمة. عطاه له قال له هادو خليهم عندك حتى رجع، واحتفظ هو بمية وعشرة ديال الألف ورجع لدار مو بشكل عادي. مع العشرة الليل بدا الإنسان قيمار صحيته بشكل عادي، يرجع للدار مع العشرة الليل مشى للخدمة بحال إلا حتى حاجة ما وقعت، وحكى لصحابو باش يحاول يغطي على الجريمة باللي تعرض لشي اعتداء من طرف شي شباب بغاو يسرقوه. الدراري صحابو هما اللي سولوه، مالي يدك مجروح علاش داير الفاصمة في اليد اليسرانية، وملي جاوبهم كذب عليهم. ومن بعد سال الخدمة، وملي خرج من الخدمة عاود اتصل بصاحبو ولا غد ليه وخدا منو واحد 5000 درهم، وخلى عنده غير مليون باش يحتفظ به، يعلم الله لاش كان كيخطط تاني. المليون اللي عنده صرفو دولار ومشى للدار، وغبر طيلت واحد المدة من بعد ما ارتكب هاد الجريمة. حتى جا واحد النهار، يعني من بعد ما تسالت العملية التشريح وجاو يدفنوا الجثث، مشى تا هو للجنازة، مشى للدار يعزي ومشى حتى هو معاهم للقبارة. ما كانش ممكن يتخلف حيت كلشي عرفوا بانه صديق العائلة، وما يمكنش ان يموتوا العائلة وما يجيش يعزي فيهم ولا يخرج معاهم للمقبرة ويدير الواجب. الا تخلف غادي يصير الشكوك حوله. طبعا في الجنازة كان مأثر حتى هو كيمثل، خاصة الميت وماشي في جنازته زي ذهب البكاء والكذوب. المهم في الجنازة عرف شنو دار، مشى دار اللي قالت باش ما تبانش ديك الفاصمة وديك الجروح اللي عنده في يدو، وباش يتجنب الأسئلة ديال الناس اللي ممكن تحرجو أو تثير الشكوك حوله. البحث كان مازال متواصل، والسيد كان واثق من راسو بأن ما غاديش يوصلوا له. لكن بعد 3 أيام البوليس استدعاوه هو وأمو، استدعوهم بحكم أنهم أصدقاء ديال العائلة، وباش يستمعوا للتصريحات ديالهم لعل وعسى يلقاو شي خيط رابط ممكن يفك لغز هاد الجريمة، حيت عارفين البوليس العلاقة ديالو بالمرحومين الله يرحمهم. أول حاجة انتبه ليها الضابط اللي كان كيحقق معه ويستمع ليه هو ديك الفصمة اللي داير في يديه. ملي سولو السيد ارتابك، وطبعا البوليسي غادي يشك ولقاو منين يشدوه، وشدو فيه مزيان وكثرو عليه الأسئلة حتى نهار واعترف حكى ليهم كل شي من الطقطق حتى السلام عليكم. المتهم اعترف حتى بهاد الجريمة كلها وباللي قتل 3 ارواح، واعترف حتى بشي جريمة واحدة أخرى كانت وقعت 8 سنين، هادي باش كان داز 8 سنين وهرب. البوليس عياو يقلبو وعياو يقلبو على شي بيس لي غادي يوصل لهم القاتل. ساعة عاد بان، جاب رجليه للكوميسارية وقر، وهاد الجريمة كانت بقات مقيدة بالمجهول. جريمة اللي وقعت قبل 8 سنين واللي كانت ورط فيها راح الضحية ديالو شي ولد شاب، لقاو الجثة ديالو بمنطقة قريبة من واحد المجزرة ديال البلدية في هاد المدينة، كان مضروب بموس وكملها من اللي ذبحو، يعني من ضروب ومن ذبح.
تحية كان صاحبه يحصل حتى هو هذا الضرب بين إنسان والمتهم، حينها كان مازال كيقرأ. وقع على شي سوء تفاهم مع صاحبه، حيث كانوا في ديك في العطلة كانوا كيخدموا بجوج في نفس المطعم في الريستو، وملي كانوا تخاصموا وتلاسنوا، لكن واخا إنسان كيتخاصم كيرجع. ساعة هو تربص ليه ملي كان خارج من المطعم في الليل وضربه بموس، كان باغي يسرقه في الأول، وهذا الشي اللي كان. إذا دابا عنده 4 الأرواح من النيابة العامة على ضوء الاعترافات ديالو، تابعته بجناية القتل العمد مع سبق الإسراء والترصد وارتكاب جناية السرقة والتنكيل بالجثث ومحاولة إضرام النار، وحالته على قضية التحقيق. وبعد انتهاء تحقيق التسليمات تحاكم أمام غرفة الجنايات بطنجة اللي حكمات عليه بالإعدام. وهذه هي النهاية ديال السفاح طنجة، قتل 4 الأرواح، الأم وبنتها وصاحبتها والصديق ديالو هذا غدار، ما بحالو حتى واحد من المتصفحين اللي هضرنا عليهم من قبل. شكرا اللي تبعتوا الفيديو حتى الاخر، وانا شاكر لكم على ذلك، ونتمنى باش تكون في القصه دروس وعبر، ونتمنىكم تكونوا كثيرين في التفاعل وفي التتبع ديال ما تنشروا قناه مروكان كريم تي في من قصص وجرائم. وبالنسبه للناس اللي كيكتشفوا القناه لاول مره، مرحبا بكم وعلى الراس والعين، ونتمنى ديروا ابوني وتشجعوا حتى انتم القناه باش نستمروا. وفي انتظار حلقة جديدة، دمتم أوفياء للقناة ودامت لكم الأفراح والمسرات.